السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد السيد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن التانك، تمام؟ طبعا دي أنواع للتانكات: المكنة، الحلاوة، الهوجن جامبو، الهوجن 5 أو الداي 40، الدايو 6، الحلاوة. دي المكنة الهوندا اللي هي التريلا، آخر واحد الصغير ده، المكنه الهوندا التريلا اللي هي بتاعه الجبال، بتاعه المسابقات، بتاعه النط، الكلام ده. المكنه اصلا خفيفه كلها على بعضها، ايه يعني، هي حجمها كبير لكن وزنها خفيف جدا، يعني ممكن لا تتعدى حوالي 10 كيلو كلها على بعضها ما عدا الموتور، تمام. كلها من الانتومنيوم، الجنوط كل حاجه فيها انتومنيوم، تمام. طبعا دي اشكال للتانك لكن الاستخدام واحد، تمام. استخدام التانك في ايه؟ ده هوجن 8. التانك بيستخدم في حفظ البنزين وتزويد الموتور بالبنزين، ده استخدام التانك، تمام. طيب التانك ده عشان احافظ عليه ما يبصش مني بسرعة، دايما اخلي فيه بنزين باستمرار، لان لما احط بنزين وينشف، بنزين وينشف طبعا ممكن يوصله رطوبه، لما ينشف ويدخله الهواء رطوبه مع هواء هيعمل ايه؟ هيعمل صدى، تمام. ممكن هيصدي طبعا التانك، لو صدى اغلب الاماكن اللي بتصدي في التانك كلها الحرف اللي تحت، لما بيصدي يخشون البرومه، هي ايه؟ هيرشح بنزين، تمام. طيب في حل تاني، ان انا اعمل ايه؟ ان انا اجي التانك ده احط ربع لتر بنزين على كوباية زيت وارجهم كويس، وارج بيهم التانك، اغسله كل مثلا شهرين ثلاثة، هيعمل معايا نتيجة كويسة جدا لمنع الصدى. في حاجة تانية اللي هي التانك، لو انا جبته واتخرم، يعني انا جبت تانك بتاع الموتوسيكل، دي مشكله قابلتني كتير جدا. التانك بيرشح زيت، بيرشح بنزين، اعمل فيه ايه؟ اول حاجه عندي ثلاث انواع للحامات، نعرفهم مع بعض. عندي ثلاث انواع للحامات التانك. طبعا السيليكون في ناس بتحطه، بس ده معلش ده اسمه استهتار، بلاش اي حاجه تانية. ليه؟ السيليكون ده مش مادة لحام، يعني اللي يحط السيليكون على فتح التانك ده مش مادة لحام، ده اللي اصلا ما فيش منه في تفاعل مع البنزين، فده انساه. في ناس بتعمل ايه؟ الديفيكو او الانبوبتين لحام الحديد، تمام. بيحط نسبة من ده على نسبة من ده، بيكون النسب متساوية، تمام. وبيجي معاهم انبوبة امير، بيضاف نقطة أمير عليهم، بتدي قوة وصلابة شوية، تمام. في اللي أنا برجحه بقى والأنضف والأحسن وكل حاجة حلوة، حاجة اسمها عجينة سباك أو معجون الحديد اللحام بتاع السباكين، اللي هي دي ممتازة جدا جدا جدا، وطريقة استخدامهم واحد. ديت بنضيف نفس النسبة من هنا ومن هنا، يعني مثلا حطينا سنتي من هنا يبقى سنتي من هنا، هنضيفهم على بعض ونخلطهم كويس. هنا ديت مكونة من مادتين نفس الموضوع، بنخلطهم كويس بايدينا، يعني مثلا في منها ابيض واسمر، ده ابيض، تمام، اهي فيها اسمر. بخلط بقى المادة الرصاصي مع الابيض دي، او الرصاصي مع الاسمر، اخلطهم كويس، عجنهم بايدي بصوابعي. بعد ما عجنهم كويس هبص الاقي لونهم اتحول يا اما الابيض يا اما الاسمر، حسب اللون ايه العجينه. وطرط ديت ما بتحبش اللعب الكتير، بقوم ايه حاططها. طب بتتعمل على التانك ازاي؟ بتتحط على التانك ازاي؟ انا بجيب المكان اللي فيه ثقب معايا اللي مخروم اللي بيرشح، وليكن مثلا ده، بصنفر التانك كويس صنفره خفيفه، بحيث ان اشيل منه الزيوت، الرواسب، الشوائب، بشيل اي حاجه عليه، وينضف وانعمه كويس، اخشنه وانعمه كويس،
بالصنفرة، بعد كده بقوم جايب سواء عجينة السباك أو الديفكو وحاططها عليه بنسبة كويسة، واسيبها لغاية ما تنشف خالص تاخد وضعها. تمام. طيب في عندي طبعا احنا قلنا 3 حاجات للحام، في عندي نوع رابع للحام التانك، وده افضلهم واحسنهم 100 مرة. ايه هو الحام التانك؟ انا عندي الحام التانك لحام الحديد. ازاي؟ انا عندي التانك ده اتخرم من تحت، تمام، مخروم من تحت، اعمل فيه ايه؟ اقوم جاي مفضيه من البنزين، واروح المغسلة او عندي في البيت احط فيه مية، اغسله 2 3 مرات، احط فيه مية برابسه نصه واسيبه. بعد كده هاخد التانك للسنكري، هشوف مكان الخرم فين ويلحمهولي الحام نحاس او حديد. ده تنسى مدى الحياة بقى خلاص، يعني ايه ده؟ لا تقولي لا دفك ولا كلام، ده الحل اللي ايه الاضمن والاحسن، بس هي الناس بتكسل تعمله عشان ان هو لازم هيفك وهيروح فين؟ للسنكري. لكن الديفكو او معجون الحديد بيعمل ايه؟ كل الموضوع ان هو بس بيشيل التانك بيفضيه، او من غير ما يفضيه بيسحب البنزين من على المكان اللي هيلحمه ويصنفر ويحطه، تمام؟ لكن لو عايز ارجعه تاني برجعه عند السنكري، وبعد كده لو المكنه يعني تستاهل عندي سبراي برشه، او تفييم بفيم التانك بيرجع اصل تاني. ده مشاكل التانك اللي بتقابلنا. طبعا في مشكله تانية بتقابل ناس، ان الغطاء بتاع التانك من فوق طلع بنزين. غطاء التانك ما بيطلعش بنزين الا اذا مليت التانك على الاخر، او الغطاء سايب مهوي وانت بتاخد مطبات بالمكنه بتجري بيها فبيطلع بنزين من الجناب، تلاقي مصفر الحته ديت، او لو انت مفيم شايل الطفيم من على الجناب. طب ايه حلها؟ يا اما لو غطا التانك بتاعك بايظ تحط له غطا، يا اما بيبقى الحرف ده انت فسخته قبل كده ومتاكل والغطا بيتهز، طبعا دي لها علاج، يا غطا تانك، يا اما تعمل جوان جلد تحت التانك. بيتعمل ازاي الجوان ده؟ سهل جدا 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 وبسيط الموضوع. ان انت بتجيب شمبر بتاع عجله او موتوسيكل او تروسيكل، اي شمبر الكاوتش الداخلي، وبتقوم محدده على قد غطا التانك من بره وعلى قد الفتحه بتاعت الغطا التانك من جوه، وبتقصها بالمقص او بقطر وبتحطه على التانك، وكده بيبقى الكبسه بتاع غطا التانك كويسه، مستحيل تنزل بنزين بعد كده. بس برضه نصيحه، يعني لما تيجي تمون التانك ما تملاهوش للنهايه، لان مهما حصل غطا التانك بيبقى فيه مع بعض كده هنشوفه، وبقى فيه فايز. غطا التانك لو خدنا بالنا اهو بيبقى فيه خرم هنا في النص فايز عشان الهواء، تمام، غير الفايز اصلا اللي في التانك نفسه. يعني في تانك، يعني التانك ده مفيش فيه فايز هنا، في تانك بيبقى فيه خرم هنا زي الدايو 6، نشوفه برضو مع بعض. يعني انا عندي المكان ده في الدايو 6 بتاع العوامه، انا عندي فيه خرطوم اهو، الخرطوم ده نازل من ايه؟ ده فايز تهويه. لازمتها ايه التهويه دي؟ التهويه في التانك لها حاجتين سبب، يعني مهمتين اساسيين. اول مهمه ان البنزين لو في مكان محكم القفل مع الرج بيطلع ايه؟ غاز ممكن ينفجر، فلازم يكون في تهويه تطلع الغاز ده. تاني حاجه ان البنزين لو انا فتحت حنفيه البنزين والتانك محكم القفل مش هتنزل، فلازم تهويه تدي هواء عشان انزل بنزين، تمام؟ يبقى ما ينفعش احكم الحاجات دي، ما ينفعش اقفل الفايز او اقفل غطا التانك من كل ناحيه. يبقى انا عشان امون التانك هسيب في لتر او حاجه فاضي فوق غطا التانك، حنفيه البنزين، اللحام زي ما احنا قلنا انواع اللحامات سواء لحامنا حديد او نحاس عند السنكري، او عجينه السباك اللي هي دي، او الديفكو
اللي هو الانبوبتين. طبعا السيليكون ده سيبك منه، ده كل حاجه عن التانك ان شاء الله. عشان اتفادى موضوع الصدى، احنا قلنا كل الموضوع بنزين وزيت ورج بيه كل شهرين ثلاثه التانك، عمرك ان شاء الله ما هتعمله. وما تفضهوش من البنزين، يعني مثلا انا مسافر وعايز اسيب المكنه بتاعتي اعمل ايه؟ كل الموضوع ان انت هتملى التانك سولر او بنزين مع زيت، نص كميه كده ونصها كده، واملاه وسيبه. لان لو بنزين بس، البنزين هيتطير من الفايز اللي احنا قلنا عليه، هينشف برضه. لا، انا مسافر عايز اسيب المكنه بتاعتي التانك ما يصديش، املاه سولر او املاه بنزين على زيت وسيبه، وان شاء الله هترجع تلاقيه زي ما هو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.